بداية أحب أقدم التحية للسيد ممثل منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو في العراق، السيدات والسادة الحضور بحفظ الألقاب والمناصب، ممثلي الوزارات في هذه القاعة، والسيدات والسادة اللي يراقبونا عن بعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يسعدنا كوزارة موارد مائية المشاركة في هذه الورشة الافتتاحية لهذا المشروع المهم، المرحلة الثانية في العراق لمراقبة إنتاجية الأرض والمياه باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، المرحلة الثانية من موضوع الوابور، وانضمام العراق إلى دول المشروع الإقليمي الذي يهدف إلى مساعدة البلدان الشريكة في تطوير قدرتها على مراقبة وتحسين إنتاجية المياه والأراضي في الزراعة، سواء الأراضي الديمية أو المروية، وبالتالي الاستجابة للتحديات التي يفرضها التضاءل أو تناقص موارد المياه العذبة، والحاجة إلى استدامة الإنتاج الزراعي لضمان الأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية. التغيرات المناخية التي أصبحت حقيقة وتأثيرها بدأ يظهر في حوضي دجلة والفرات بشكل ملحوظ، على عكس بعض البلدان، أي أن حالة الجفاف أصابت مناطقنا وسوف تستمر، وعلى عكس بعض البلدان التي لديها التغيرات المناخية حالة سيول وفيضانات. رؤية هذه الوزارة هو تحقيق أمن غذائي من خلال زراعة الأراضي التي تتأثر بالتغيرات المناخية الحاصلة في البيئة والمناخ، بما في ذلك انخفاض المياه وتدهور الأراضي والتكاثر أو ازدياد حالة التصحر والأحداث المناخية المتطرفة والتغيرات في أنماط الطقس. إن من أهداف الدراسة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة لموارد المياه والأراضي في العراق من الفترة من عام 2014 إلى عام 2035 هو تحقيق أهداف القطاع الزراعي باعتماد مجموعة كبيرة من التغييرات التي من شأنها أن تحسن من استخدام المياه وتحسين غلة المحاصيل الزراعية وحماية الأراضي والمياه باستخدام أنظمة الري المضغوط لتساعد في تعزيز المحافظة على المياه، مع إكمال شبكة البزل لتساعد على تحسين نوعية الأراضي ومياه الأنهار من التلوث، ومنع تغدق المياه وتملح التربة لخلق نظام جديد للممارسات الزراعية في العراق وتحفز الاستثمار في قطاع الزراعة، حيث أن الطلب على الموارد المائية يشهد ارتفاعا هائلا في جميع القطاعات الرئيسية المستخدمة للمياه التي تمثل كل من الزراعة وإنتاج الطاقة وعمليات الإنتاج الصناعي والاستهلاك البشري، ويستلزم الإنتاج الزراعي والحيواني قدرا كبيرا من المياه، وتستأثر الأنشطة الزراعية وحدها بنسبة تتجاوز 70% من مجموع الموارد المائية كون المستهلك الأكبر في أنشطة من مجموع الموارد المائية المستخدمة في أنشطة البلديات وأنشطة قطاعي الزراعة والصناعة. أما في أطر المياه وتغيير المناخ، فإن المياه هي العنصر الرئيسي الذي يؤثر تغيير المناخ من خلاله على الأنظمة، على النظم الإيكولوجية وعلى سبيل العيش، ومن المتوقع أن يؤدي تغيير المناخ إلى تفاقم الضغوط على الموارد المائية المتاحة بسبب زيادة الطلب وزيادة تواتر حالات الجفاف والفيضانات وشدتها. إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان استدامة الموارد الطبيعية لا سيما موارد المياه يتطلب تغييرا في أنماط إدارتها وتقليل الاستهلاك المفرط الذي يعرض المنظومات البيئية للتدهور خلال فترات الجفاف. من هنا يتوجب العمل على إيجاد طرق لتقليل عملية تبخر المياه والسيطرة عليها تدريجيا لاحتساب الإنتاجية المائية للحصول على المعلومات من الأقمار الصناعية ونتائج النماذج العالمية التي تحدد جريان المياه. تمثل هذه المرحلة الثانية من مشروع الوابور قاعدة بيانات عالية الدقة تجمع المعلومات حول إنتاج الكتلة الحيوية والتبخر الإي تي على نطاق قارئ، مع دقة مكانية تبلغ 250 متر لأفريقيا بأكملها والشرق الأدنى، و100 متر لبلدان وأحواض أنهار مختارة، و30 متر لمناطق تجريبية مختارة، بالإضافة إلى فاصل زمني 10 أيام مع توفير بيانات منذ عام 2009. ويعد هذا المشروع مصدر المعلومات لتقييم ودعم الإنتاج الزراعي وإدارة المياه الزراعية. الأهداف المرجوة تقييم ومعالجة شحة المياه وتدهور الأراضي وارتباطها بالزراعة المستدامة والأمن الغذائي ونظم الأغذية، تحديث المعلومات المتعلقة بإنتاجية المياه والأراضي عن طريق تبادل الابتكارات المرتكزة على التقدم في العلوم والتكنولوجيا والمنهجيات الجديدة والمبادئ التوجيهية والأدوات،
تحديد جيل جديد من السياسات والاستثمارات لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه والأمن الغذائي في المنطقة، تعزيز الشراكات فيما بين الوزارات ذات العلاقة للتصدي للتحديات الرئيسية في إدارة الأراضي والمياه، تأكيدنا على الدور الأساسي للإدارة المستدامة للمياه والأراضي في تحقيق الهدف الثاني للتنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة ومركزية هذا الهدف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. أما في مجال الاستفادة من الابتكارات وإدارة البيانات وتحليلها وتبادل الخبرات لتشمل أولاً تطوير وتكييف وتمويل التكنولوجيات بما في ذلك التقنيات الرقمية لاعتمادها في قطاع المياه والزراعة من خلال دعم البحث العلمي والابتكارات الحديثة، تطوير وتحديث آليات جمع وتحليل وتبادل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمياه والاستفادة من تقنيات الرقمنة كنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لغرض احتساب الإنتاجية المائية، بناء قاعدة بيانات لتبادل التجارب الناجحة وأفضل ممارسات بين الدول في مجال حوكمة المياه والأراضي المرتبطة، بتعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من استخدامات المياه والأراضي بما يحقق استدامتها، وأهمية طبعا لا يخفى على الجميع أهمية التنسيق بين قطاعي المياه والزراعة على المستوى الوطني. ختاما تدعو وزارة الموارد المائية للتعاون لتعزيز التنسيق واستمرار بين منظمة الأغذية والزراعة الفاو والشركاء والجهات المعنية من أجل تحقيق الموائمة مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ لضمان إدماج فعلي للأمن المائي والأمن الغذائي في استراتيجيات التنمية المستدامة. إذا تنتهز هذه الوزارة الفرصة للإعراب عن وافر شكرها وتقديرها لدعمكم المستمر ولإشراك العراق في المرحلة الثانية من مشروع منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الخارجية الهولندية كونها الجهة المانحة وشركائها لمراقبة إنتاجية المياه باستخدام الاستشعار عن بعد مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كون البرنامج يراقب إنتاجية المياه وتبادل البيانات والمعلومات الهيدرولوجية من خلال الوصول المفتوح للبيانات المستمدة من الاستشعار عن بعد والعمل على تحسين إدارة المياه وتحديد فجوات إنتاجية المياه مع اقتراح حلول لتقليل هذه الفجوات والمساهمة في زيادة مستدامة للإنتاج الزراعي. في واقع الحال مثل هذا المشروع يعتبر من التقنيات الحديثة التي تقدمها هذه المنظمة، وإشراك العراق في هذا الموضوع يعطيه دافع قوي لغرض تحسين إدارة الموارد المائية. الكل يعلم أن بعض المناطق الزراعية في العراق تعاني من سوء إدارة من كل الأطراف، لذلك مراقبة نوعية المحصول، مراقبة الإنتاج الزراعي، تحديد المكامن الخلل يساعد الوزارة ويساعد الفلاح في تحسين من إدارته لموارد المائية.